مرحبا سيادة القنصل مستر نيكولاس ديسن. تفضل. شكرا لحضورك وتلبية دعوتنا. تشرفت بدعوتكم كمدر ريتشارد جيل. أخبرني أولا كيف وصلت إلى هنا؟ وصلت بواسطة إحدى مراكب الباشا. هل تم تفتيشك أو معاملتك بشكل غير لائق؟ أبدا، لم أتعرض إلى أي مضايقات. لقد قاموا بتسهيل مهمتي فور إعلامهم بها. جيد جيد، علينا الآن أن نحافظ على هدوء أعصابنا وأن نترك المجال أولا للمفاوضات. أنا في الاستماع سيادة الكومودور. في الحقيقة يا سيادة القنصل، الأوامر التي تلقيتها من البيت الأبيض كانت واضحة بخصوص فرض حصار خانق على إيالة طرابلس الغرب وإجبار حاكمها يوسف باشا على الاستسلام، ولكن كما تعلم أن حصارا كهذا ليس بالأمر الهين، فهو يكلفنا الكثير من الوقت والجهد والأموال الطائلة. أضف إلى ذلك أنه سيضعك في موقف محرج مع أصدقائكم الأوروبيين مستر ريتشارد، بما فيهم نحن الدنماركيون، حيث ستتعطل رحلاتنا التجارية والدبلوماسية إلى طرابلس جراء هذا الحصار. بالضبط بالضبط يا سيادة القنصل، ولهذا السبب قمت بدعوتك اليوم على متن سفينة بريزيدنت حتى أكلفك بمهمة. وما هي هذه المهمة؟ كما تعلم عمق العلاقات التي تربط بين بلدنا الولايات المتحدة الأمريكية وبلدكم الدنمارك، وهو ما جعلني أثق ثقة تامة في قدرتكم على أداء هذه المهمة التي أنوي تكليفكم بها. أرجو أن أكون عند حسن ظنكم سيادة الكومودور. أريدك أن ترعى بشكل شخصي المفاوضات التي ستجري بيننا وبين باشا طرابلس يوسف الجرمالي. شكرا على هذه الثقة سيادة الكومودور، ولكن ما هي شروطكم لإنهاء هذا الحصار ووقف حالة التوتر فيما بينكم؟ إن باشا طرابلس كما تعلم يحتجز في هذا الوقت عددا من السفن الأمريكية التجارية الصغيرة، كما يحتجز عددا من طواقمها، وأول طلب لدينا هو إعادة هذه السفن إلينا والإفراج الفوري عن أسرانا القابعين في سجونه. وماذا أيضا؟ أنقل للباشا رغبتنا في العودة إلى العمل بمعاهدة السلام الموقعة بيننا. يبدو لي مستديل أن مطالبكم مشروعة ومنطقية تماما، ولكن ماذا يا سيادة القنصل؟ ماذا لو رفض باشا طرابلس هذه الشروط وأصر على موقفه؟ عندها لن يكون هناك أمامنا خيار سوى استعمال القوة الكاملة لإرغامه على القبول بها.